كل من يساهم في أي خطاب تحريضي يمس بالسلم الأهلي أو أي تعدي على أي من المالكين أو سواهم من مستأجرين أو غيرهم. نحن المالكون نرد على التحريضيين بالسلام، لأن المالك والمستأجر تعايشوا على مدى عقود من الزمن حيث تشاركوا الأفراح والأحزان سوية وأسعفوا بعضهم البعض عند الطوارئ وأمضوا السهرات سويا ولعبوا الطاولة الزهر أو الورق سويا. المستأجر يشكر المالك الذي حضنه طيلة 40 سنة بإيجارات رمزية لا تكفي في بعض الأحيان 8 كيلو من السكر، فكيف له هذا المستأجر صاحب الضمير بأن يعتصم ضد جاره ورفيق العمر المالك القديم مثل أبو شربل أو أبو محمد أو أبو قاسم أو أبو طوني؟ نذكر الذين يدعون تمثيل المستأجرين بأنهم لا يمثلون المستأجرين، لا يمثلون سوى فلول الحزب الشيوعي الذي لا يحقق سوى الفقر والعوز للفقراء، بينما قانون الإيجارات الجديد يحضن المستأجر القديم لمدة 12 سنة بالمجان حيث تتحمل مسؤوليته الدولة بالكامل، ولكن المستأجر الغني لا واجب على أحد بأن يتحمل عنه مصاريف السكن. لذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية بأن يوقع على الدستور بكل ثقة وبكل ثبات، لأنه بذلك يطبق الدستور ويعيد الأمور إلى نصابها، ونحن ملء الثقة باستقامة فخامته لأنه الحامي الأول للدستور. عشتم وعاش لبنان محترماً للدستور. نعم، كلمة باسم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان. عم يظهر بوسائل الإعلام على الراديوات وعلى التلفزيونات بعض يلي بيدعوا تمثيل المستأجرين، عم بيهددوا وعم يستعملوا كلمات نابية بحق المالكين وأيضا بحق النواب والوزراء وبحق مسؤولي لجان نيابية. نحن بدنا نقول لهم استقبلناكم 70 سنة ببيوتنا، ما تعدينا على حدا، ولكن ما رح نقبل انه حدا اليوم يتعدى على كرامة المالكين القدامى. هيدا الزمن انتهى، زمن اللي الفاجر بده ياكل فيه مال التاجر انتهى. ما رح نسمح بقى اليوم، وبتوجه الى بعض المسؤولين بتجمعات المستأجرين وبقول لهم ما بتخجلوا انه البعض منكم مهندس رئيس لجنة تجمع الدفاع عن المستأجرين، لما بتروح بتزور احد النواب او احد الوزراء لما بيسأل حضرتك شو بتشتغل ما بتخجل تيجي تقول له انه انت فقير وبتشتغل مهندس. واحد اخر رئيس حزب محامي كمان حامل يافطة واقف، احد الوزراء السابقين، واحد منهم ظهر من يومين على التلفزيونات عنده مؤسسة لتأجير السيارات، بنسأله هل اصحاب مؤسسات تأجير السيارات كمان صاروا من الفقراء؟ بنسأله لهيدا الشخص هل بتقبل تأجر سياراتك بالمجان أو حدا ياخد سيارات وما يردهم لأصحابهم؟ هل صار احتلال البيوت مسموح بهيدا البلد؟ وهل بعد 70 سنة من الإقامة المجانية بمنازلنا بدل ما تطلعوا تقولوا شكراً إلى المالك القديم يلي اشتغل بأفريقيا وبأمريكا وتشرد لأجا عمر هيدي البنايات، هل اليوم معقولة قلب الحقائق يلي استقبلكم خلال الحرب وبعد الحرب تجي تقولوا نحن حمينا لكم بيوتكم، انتوا قعدتوا هيدي البيوت مجانا؟ لازم تطلعوا وتقولوا نحن بندفع 20,000 ليرة بالشهر، انتوا اللي ما كنتوا تقبلوا طيلة 25 سنة انكم تضبطوا هيدا الوضع، انتوا اللي قلتوا لنا احتكموا الى الدولة، احتكمنا الى الدولة، بلشتوا ساعة بتهددوا بالطائفية وساعة بالمذهبية وساعة بيروت بدها تفضى من ابنائها. هيدا الكلام منه صحيح، بل بيروت رح تبقى لبيروت ولأبناء بيروت، ولكن بالحق نحن كل اللي عم نطالبكم فيه تدفعوا بدلات إيجار عادلة، مش تقبضوا أنتوا بالملايين وتتاجروا وتقبضوا معاشاتكم بحسب غلاء المعيش اليوم وتجوا تدفعوا لنا 20,000 ليرة بالشهر. ما بيصير اللي بيدفع 20,000 ليرة بالشهر يقبض يبتزنا ويطالبنا بتعويض 100,000 دولار. اجمعوا كل اللي دافعين لنا اياهم ب40 سنة قديش بيطلعوا وتعوا خدوهم، اما انه تجوا اليوم تطالبونا ب100,000 دولار وابنيتنا اليوم مهدده بالانهيار.
سؤال بدي أسألكم إياه، مين اللي بده يرمم هيدي البيوت اليوم؟ إذا وقعت على رؤوس المستأجرين في أكثر من 500 مبنى مهددة بالانهيار، هل هيدا المالك بعشرين ألف ليرة بالشهر بده يرمم لكم بنياتكم؟ ولا بس توقع بدكم تقعدوا تبكوا وتقولوا هذا المالك الجشع وهذا المالك الطميع؟ وين هو الطمع بعشرين ألف ليرة بالشهر؟ من هون والمغتربين كمان اليوم يلي تاركين بيوتهم اليوم وعم بيحصلوا لقمة العيش بالخارج ليقدروا يطعموا أهلكم. وبدي أسأل اليوم واعذروني بعض الإعلام، وين كنتوا بالأربعين سنة لما كان المالك القديم فقير وبعده لليوم لما ما معه يشتري دواء ما حدا سأل عنه؟ اليوم صرنا عم نقرأ بالصحف بده يتهجر المستأجر من بيروت، أما المالك يلي تهجر برا بأمريكا وبغيره ليش ما حدا سأل عنه؟ اسمحوا لي فقط بدي استشهد اليوم بكلام لعضو مجلس نقابة المحامين السابق المحامي الياس كاسبار، بيقول انتو اليوم يلي بتدعوا تمثيل المستأجرين بتقولوا انه هيدا القانون طلع على عجل تم تهريبه بخمس دقايق. المحامي الياس كاسبار بيقول يعرف فخامة الرئيس ان قانون الايجارات الجديد ولد في عملية قيصرية، والمحامي الياس كاسبار شارك من قبل نقابة المحامين باجتماعات لجنة الادارة والعدل، بيقول استغرقت مناقشة القانون امام لجنة الادارة والعدل 3 سنوات تقريبا في 40 جلسة و 140 ساعة عمل فعلية. كمان بيقول المحامي الياس كاسبار كما يعرف فخامة الرئيس ان عدد المستأجرين القدامى ليس كما يصورونه للرأي العام، لان هذا العدد انخفض بشكل لافت بعد صدور القانون 159/92. يا فخامة الرئيس، يا نواب، يا مسؤولي الأجهزة الأمنية، من طالبكم بالتحرك ضد هذه التجمعات اللي بتدعي تمثيل المستأجرين، ضد الكلام التحريضي، ضد هذا الكلام الطائفي. عم بيهددونا، عم يجينا اتصالات تهديد بعض الأحيان بالقتل. نحن اليوم تقدمنا بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية ضد مجهول وضد كل من يظهره التحقيق محرضاً على المالكين القدامى. كيف بتقبلوا بعض الصحف أحدهم يقول عنا نحن إنه نحن فاجرين؟ صار التاجر اليوم بالبلد، أو صار عفواً الفاجر بده يأكل مال التاجر؟ بتقبلوا ينكتب هذا الكلام بالصحف من يلي قعد 70 سنة؟ أنا بقول إنه هؤلاء الأشخاص لا يمثلون المستأجرين الحقيقيين. المستأجرين الحقيقيين اليوم ببيوتهم ما عم يقبلوا يشاركوا بقطع الطرق، ما عم يقبلوا يشاركوا بحملات التحريض ضد المالكين القدامى. وأكبر دليل هو الإعلام، بيعرف اليوم عدد اللي عم بيشاركوا باعتصامات المستأجرين، بيعرف قديش عم بيكونوا. هيدا ما بيعني نحن ما بنقول إنه هودي هن المستأجرين، ولكن المستأجرين الشرفاء هن اللي صامتين اليوم ببيوتهم، هن اللي منتظرين توقيع فخامة الرئيس إلى جانب المالكين. هن بيعرفوا أنه مطالب المالكين القدامى هي مطالب محقة. هن اللي بيقولوا قعدنا 40 و50 سنة ببيوتكم، نحن بانتظار صدور القانون لإعادة الملك إلى أصحابه. فخامة الرئيس بناشدك أخيرا وبقلك الوضع الحالي الاستثنائي للإيجارات القديمة مخالف للملكية، مخالف للدستور اللبناني ولحق المالك بالتصرف بملكيته. هيدا الاعتداء على الدستور طيلة 70 سنة صار لازم يوقف من خلال إصدار القانون الجديد للإيجارات. نحن بانتظار توقيعكم بكل ثقة فخامة الرئيس على هذا القانون، ومنذكر ومنقول إنه توقيعكم هو قيمة مضافة إلى العهد وهو مدخل حقيقي إلى الإصلاحات. يلي عم بيطالبوا بالإصلاحات اليوم، الإصلاحات تبدأ من خلال قانون جديد للإيجارات ينهي هذا النزاع اللي استفحل طيلة 70 سنة بين المالك والمستأجر. آن الأوان لإنهائه بالاحتكام إلى الدستور وبالاحتكام إلى القانون الجديد. نحن كلنا ثقة فخامة الرئيس إنك عم تسمع صرخة الموجوعين من المالكين القدامى، إنك عم تسمع صرخة المغتربين من المالكين القدامى يلي هن موجودين معنا اليوم،
يلي ناطرينك، يلي عم بيعدوا الساعات لا يكون لا يصدر القانون الجديد يلي بيحمل توقيعك ويلي بيشرف كل النواب يلي وقعوا عليه وكل الوزراء من طالبهم ما يخجلوا بهذا الأمر. هذا الأمر بيشرفكم وبيشرفنا. وهلأ رح نسمع إلى بعض الكلمات من المالكين القدامى يلي قلبهم محروق، يلي ناطرين الساعة يلي بيطلع فيها. مع أنه بس بدي أقول كلمة بس على السريع، هذا القانون يمدد 12 سنة للمستأجرين القدامى. هناك صندوق بيحميكم بيدفع عنكم بدلات الإيجار، وهذا الصندوق يرتبط بالمالك القديم مباشرة. وفي حال دولة ما دفعت هذا الأمر ما بيهدد إقامتكم طيلة 12 سنة. ما تصدقوا الكذب اللي عم ينقلكم. هناك أيضا تعويضات إخلاء في حالات الإخلاء الفوري بتوازي أيضا إذا بنعمل عملية حسابية 40% من قيمة المأجور. مع تحفظنا على بند التعويض نحن كنا منفضل أكيد يكون في تعويض لإلنا لنقدر نرمم الأبنية تبعنا. اسمحوا لنا هلأ بدنا نسمع كلمة من حجة أيضا من المالكين القدامى. اسلام نحن من المالكين القدامى، كنا بأفريقيا اشتغلنا 20 سنة أنا وجوزي بأفريقيا بين الذبان وبين البراغيث وبين البق، وقلنا منصمد قرشان ومنجيب نحطهم بلبنان ومنعيش مع العالم ومع عشرتنا. ليش الحكومة ما معها خبر انه عم يصير بين المستاجر والمليك؟ لا ما عالجت المرض قبل ما يستعصي؟ ليش ما عالجته؟ هلا المرض استعصى بدهم يحلوها على رئيس الجمهورية، بدهم يحلوها. هن كلهم مسؤولين، لازم كلهم يحكوا. ليش حلوها على رئيس الجمهورية؟ إلنا 70-80 سنة اجتماعات وهي نص الحكومة مستأجرة أجار قديم. لا ما بيطلعوا من قاعدين، اللي عنده مدرسة حساب الشعب، اللي عنده ملعب حساب الشعب، اللي عنده إدارة حساب الشعب. بتتوفى بي وما معي حكمه كثير الآن. هني خليهن، هني عم يعملوا خلاف بين المالك والمستأجر. المالك مش عدو المستأجر ولا المستأجر عدو المالك، مش أعداء لبعضهم، هني أحباء مع بعضهم. بس لما الحكومة عم تعطيهم بلاش بياخذوا بلاش، هذا الشيء ما بيجوز. ما بنقبله، ما بنقبل، ما بنقبل. خليني ليش البلاد اللي حوالينا كله. شكرا مستمع. أنا بدي أخبر قصة عن عم حنا. عم حنا صار له ناطر 40 سنة قانون الإيجارات، وامبارح توفى قدام شركة مالية حامل سند الملكية وعم يبرم بين البنوك والشركة المالية ليتدين ليعيش ليعيش مرته ليتحكم. مات هو ظاهر من الشركة المالية. وين فخامة الرئيس القانون؟ وين الضمير؟ وين الوجدان؟ حرام عليكم، صاحب ملك عنده 4 شعب يقبض 80,000 بالشهر، صار له 38-40 سنة ناطي. كفى كفى كفى. وقف فخامة الرئيس، 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 وقف فخامة الرئيس. نحن بدنا نسأل، في شي مستأجر ما عنده سيارة؟ في شي سيارة؟ في مستأجر ما معه سلولار؟ في شي سيارة ما عنده إنترنت؟ في شي حدا ما معه خدمة؟ كلهم هم مستلزمات الحياة. بس وقتها بتقول له زيد الأجار بيقول لك أنا فقير ومعتر، بس كلهم بيقدروا يدفعوا كل شي، إنترنت ودش وكل الأشياء من مستلزمات الحياة، وبقولوا هالضروريات، ومنقول له ما عنده سقف، ما عنده شي يحميه، والملك هو هاللي الأساس. وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس. هلا يلا يلا تفضل فخامة الرئيس. نحن باسم المغتربين
اللي ساعدنا 40 سنة برا وعمرنا بنية فخمة، أجرناها ب 8000 ليرة قبل ما صرف الدولار، هلأ قاعدين فيها الأغنية والميسورين ب 800000 ليرة بالسنة. وإذا ابني أو ابنك بده يستأجر شقة مثلها بده يدفع 800 دولار بالشهر. نحن حابين الأغنية والميسورين. شوف الشقة الفخمة يا فخامة الرئيس اللي اتعمرت بين 70 و80 قديش أجارها اليوم؟ وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس. توفى بي من مرض السرطان وما معي حجمه. توفى بي من مرض السرطان وقع فخامة الرئيس، ما معي قد حجمه فوقه مستشفى. وقع فخامة الرئيس. اذا بدنا نمشي باسم كل المالكين القدامى، كل الموجوعين يا فخامة الرئيس، كل ساعة عم تقطع عليهم دهر. نحن بانتظار توقيعك على هيدا القانون لإنهاء مأساة المالكين القدامى. نحن منقول هيدا القانون، نحن رح منطالب الإيجار التملكي، نحن رح منطالب بمراسيم عن مجلس الوزراء لتطبيق هذا القانون. ولكن يا فخامة الرئيس بعد 70 سنة ما بيصير هالناس يلي ساهمت ببناء هذا الوطن توقف اليوم بهالمشهد المذل لمواطن لبناني. نحن منقول لك يا فخامة الرئيس، يا دولة الرئيس، كفى إذلال للمالك القديم. المالك القديم انزل بهيدا الوطن. مش مقبول يا فخامة الرئيس توقف صبية من صبايا لبنان اعتبرها مثل ولادك، توقف عم تبكي وتقول انه مات بيا لانه ما معت حكمه وعندهم بناية. مش معقول يا فخامة الرئيس يوقف بي محروق على ابنه لانه ابنه عم يشتغل بالخارج لا يقدر يبعث له هون يقدر يعيش. مش مقبول يا فخامة الرئيس يكون في ناس عجائز مسنة بهيدا البلد وما معها تتحكم. المالك القديم ما عنده ضمان اجتماعي عمر هيدي البناية ليعيش منها. غدرت فيه الدولة، هيدا غدر تعرضنا له نحنا وسكتنا. مرقت الحرب وخلصت 24 سنة بعد الحرب، شو ناطرين بعد ليستعيد هالمالك القديم حقه؟ لك عم بيطالب بأدنى حقوقه. هل حدا بيقبل صاحب صيدلية يبيع الدواء ببلاش؟ هل بيقبل صاحب متجر يبيع الأكل والشرب ببلاش؟ لك إذا بتقبلوا قعدوا الناس ببيوتنا ببلاش، بس ساووا الناس كلها ببعضها. مش ناس بيقعدوا ببيوتهم ببلاش وناس نحن بدنا نروح نشتري أكلنا وشربنا والدواء تبعنا وبدنا ندفع بالمستشفيات. مش نحن يلي بدنا ندفع ضريبة وغيرنا بده يورث بيوت المستأجر. المستأجر اليوم عم بيورط ولاده ببلاش ونحن عم ندفع ضريبة، نحن عم ندفع للبلدية. كيف ليش المالك القديم بده يدفع من جيبته، بده يدفع من لحم الحي؟ ليه عم نفرجيكم ياهن معاناة يومية ما حدا كان عم يسمعهم ولا حدا كان عم بيرد عليهم؟ هيدي الفرصة الوحيدة يا فخامة الرئيس، يا معالي الوزراء، يا نوابنا، هيدي الفرصة الوحيدة لا تعطوا هالناس اللي شايفينهم قدامكم حقوقهم، والا رح بيروح ايماننا بهيدا البلد ورح منصير نآمن انه بس السرقة بالبلد هي الماشية وبس الظلم هو الماشي بالبلد. مش هيدا اللي احنا عم نآمن فيه. احتكمنا لكم واحتكمنا للدولة، انتوا لازم تنصفوا هالناس اللي صبروا 70 سنة لا قطعوا طريق ولا تعدوا على كرامة حدا، همهم بس انه يطالبوا بحقوقهم. وصار وقت يا فخامة الرئيس توقعوا على القانون. وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع دولة الرئيس الحكومة، وقع يا دولة الرئيس، وقع يا دولة الرئيس، وقع يا دولة الرئيس، وقع فخامة الرئيس. نحن منطالب بقانون ينصفنا. اللي بدي اقوله نحن عنا بناية على البربير مساحة الشقة 240 متر اجارة بالشهر 45000 ليرة، يعني حوالي 400000 بالسنة، وياريت بيدفعونا هن بقصوهن وفي مستأجرين ما بيدفعوهن، فعم نضطر نرفع لهم دعاوى عن كاتب العدل ليدفعوا الاجار ويمكن نروح للمحاكم، فهيدا شيء مش منطق. وقف فخامة الرئيس، وقف فخامة الرئيس، وقف فخامة الرئيس، وقف فخامة الرئيس، فخامة الرئيس. أنا مغتربة
35 سنة وجوزي خلقان بأفريقيا، جينا نعيش بلبنان، اشترينا بناية لوكس. المغتربين ما يجوا يستثمروا بقى، كل المغتربين كلهم بحبوا يجوا على لبنان. عندي بناية بشارع بيير جميل 300 متر، قاعد عندي حكيم وفرمشاني، بيدفع لي اليوم 995 ألف ليرة يعني 83 ألف بالشهر. بيتي بيسوى 1500 دولار، شقة أسانسور، شوفاج، مي سخنة، موقف سيارة. يعقل هيدا؟ كيف بدي عيش أنا؟ مصرياتي حطيتهم بالبناية وسويت البناية وقت بوستت عين الرمان ضربت بنايتي وسويتها كلها. كيف هيدا العدل؟ إلنا من 92 ناطرين قانون الأجار وما حدا بيفكر فينا، وهلأ بعد بدهم يعطون 10 سنين. هيدا مش عدل. بطلب منك يا فخامة الرئيس، وقع ضميريا، وقع. نحن جميعا مظلومين. وقع يا فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقف فخامة الرئيس. أنا ما رح طول بقى أحدا، بس كل اللي طالبينه تطبيق الدستور، نحن تحت القانون. تعبنا 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 تعبنا، هيدي الكلمة قليلة شو ما نعبر فيها. دايما كنت قلو لمسيو جوزيف إنه ليش ما منروح نلجأ للنقابات، لأنه دايما بتدعم الفقير. كان يقلي لا مش معنا، أنا ما كنت صدق، وخاصة بالأخير سبب لي صدمة كبيرة لما سيد كاسترو عبد الله عم بيقول انه نحنا قاعدين عم نتخبى ورا المالك المعتر. هالشي مش صحيح. كنت لما اروح الجال وسيد كاسرو انه بعرفه شخصيا بكبكله من المستاجر اللي عم يتصرف معنا بالطغيان والتعدي، كان يقول لي الله كبير وبكره بيطلع القانون. طلع القانون يا سيد كاسرو، واذ بتفاجئ من كم يوم على اليوتيوب لانه عملنا نقابه عم نطالب حقنا يا مالكين، اعتبرنا سفلة. بتعرفوا شو يعني سفلة؟ سفلة! نحن مش سفلة يا سيد كاسترو. كلهم عندهم بيوت. بدي شغلة أولى بعد لأستاذ أنطوان كرم. حق الملكية حق مقدس بشرعة القوانين الدولية وبالقوانين الكنسية والقوانين الإسلامية، الشريعة الإسلامية، وحتى بالمعتقدات. أي معتقد حق الملكية مصان، ولو كان مش مصان لكانت كل الدول فاتت ببعضها، لكانت كل البنايات فاتت ببعضها. ما يهددنا بالسلم الأهلي، ما يهددنا بانهيار الأبنية، لأنه نحن الضحية. القانون ما حمينا، أخذ لنا حقوقنا وعطانا بس واجبات. واجبات إذا بدنا نتحملها، معنا شي ندفع حقات؟ لا. بسمع صوتكم، معنا شي ندفع حقات؟ لا. طبقوا الدستور يا فخامة الرئيس وكل صاحب ضمير. نتمنى عليه، نتمنى عليه يوقع هذا القانون باسم الحق، باسم الدستور، باسم القانون. وقع وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس. أنا نحن من بلدة دريا كسروان، عندي قرابتي من ضيعتي له 50 سنة قاعد عندي، وعنده بناية بيستثمرها، أجارات موسمية بريفون على الطريق العام، عنده أراضي، بيقول لي ما بطلع إلا بالتابوت. شو هيدا؟ بينزل بيسكر بيدفع 30-40 ألف، له سنة ونص مش دافع، وحياة الله قال 50% بيعترف فيها. بيجوا ولاده جيبات جديدة، بنتين وصبي، بيجوا بيلتقوا بالبيت عاملينه هيك للتسلية، بيسكر باب بيته بريفون وبيجي عنده 3 ملايين دولار أجارات على الطريق العام حد السان روك. شو هيدا؟ ما بقدر شيله. يعطيك العافية. وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس، وقع فخامة الرئيس. نحن عم نطلب، الدولة عم تطلب من المغترب انه يجي يستثمر. قبل ما تطلب من المغترب انه يجي من برا، احموا الحق اللي الانسان اللي قاعد عم يستثمر هون. هاي اولا. ثانيا، نحن لا بلد شيوعي ولا اشتراكي ولا شيء، املاكنا مأممة من 70 سنة. الحق الدستور، حق الملكية الفردية، ما حدا محترمه ولا شيء. ثالث شغلة وأهم شيء، عم يبحثوا بمجلس النواب عن ضرائب، بده يفرضوا ضرائب حتى عشان إقرار السلسلة. طيب إذا أنا مأجر شقة ب20 أو 30 ألف بالشهر، عم بدفع عن 20 ألف، بس إذا بصير أجارة $1,000 أو $2,000 بالسنة، ما هيدا إيراد كله عم بروح للدولة. شكرا. تحية واحترام وتقدير وبعد يا فخامة الرئيس. نجتمع اليوم نحن المالكين القضام المظلومين والمقهورين أمام هذا المتحف الوطني التاريخي، الشاهد على
احكي كلمه، احكي كلمه بدون ما تقطع. الشاهد على عفوا هلا نطلب من رئيس، نطلب من فخامه رئيس الجمهوريه انه يوقع قانون الايجار الجديد تخفيفا عن كاهلنا، ولانه كفانا، كفانا ظلما وقهرا، كفانا فقرا وجوعا، كفانا رهنا وديونا، كفانا تهجيرا وتشريدا، كفانا ذلا واذلالا، كفانا نسفا وموتا، تمييزا وعنصرية، كفانا سياسات تنتهك حقوقنا وملكيتنا، كفانا قوانين ايجارات ظالمة وجائرة، وكفانا مصالح خاصة ملتوية وخبيثة. طيب نحن اعتصاماتنا مستمرة بشكل يومي، وحتى صدور قانون جديد للإيجارات. بدنا نقول لهم آخر شيء للي بيدعوا تمثيل المستأجرين، وقفوا هذه التحركات المشبوهة اللي عم تقوموا فيها. لا، المستأجرين رح بيشاركوا معكم، وعم بتحطوا المالكين بوشكم وبمواجهة معكم. نحن مش بمواجهة مع حدا، نحن عم نطالب الدولة اللبنانية تحترم حقوقنا. إذا بدها يانا نحترم واجباتنا تجاه المستأجرين، ونقدر نرمم هذه المباني المهددة بالانهيار. من نشتكم آخر شيء فخامة الرئيس، نحن بانتظار توقيعكم على القانون بأسرع وقت ممكن. وقعوا فخامة الرئيس.